طبعا كل الناس وكل العالم بيتكلموا عن GPT-4o، واستعرضنا لكم هذه الفيديوهات. حاجة طبعا هي طفرة، لكن خلونا اوضح لكم نقطة في غاية الأهمية. هتلاقوا الناس عمالين يقولوا لكم حاول تستخدم GPT-4o عن طريق هاجينج فيس، وهو ده الرابط زي اللي قدامكم ده، وفعلا ممكن استخدمه حالا. هكتب اللي انا عايزه هنا والنتيجة هتطلع لي هنا، وهو GPT-4o، او يقول لك روح على بو واستخدم GPT-4o. لكن والنقطة بقى اللي انا حابب اوضحها، كل دي محاولات ليس لها اي فائدة، لان اهم حاجة ان احنا نستخدم GPT-4o على التليفون مش على الكمبيوتر. ليه؟ لان المزايا اللي احنا اتفرجنا عليها هنا كلها من خلال تطبيق تشات جي بي تي ذاته لما يتم الابديت ونلاقي النسخة الجديدة. قبل كده ما ينفعش، النسخة اللي احنا بنقول عليها بتشوف وبتسمع وبتتفاعل معايا ونبرة الصوت اشبه بصوت البشر، حتى شبهوها واتكلموا على موضوع الفيلم المشهور كان سنة 2013 تقريبا اللي اسمه هير. كل ده من خلال الهاتف مش من خلال الكمبيوتر. ولو على التجربة هسيب لكم رابط بو وهسيب لكم رابط هاجينج فيس، مفيش مشكلة، لكن مش هتحسوا بأي فرق بين النسخة الجديدة لو بتكلم يعني على استخدامه على الكمبيوتر، وما بين كل هذه اللارج لانجويج مودلز جيميناي وكوبايلوت وبو وجوجل اي اي ستوديو وكلود وجروك ويو وريكا وكوهير وبربلكسيتي، حتى ديب سيك اللي انا اتكلمت عنه مؤخرا ومن قبله اتكلمت عن ميسترال، واخيرا تشات جي اللي ما اتكلم عنه في فيديو منفصل لان ده تشات جي بي تي الصيني هتكلم عنه ان شاء الله يمكن بكره. وريت تنشروا هذه النقطة وتعمموها، لان الناس فعلا حاليا اللي انا ملاحظه واللي انا شايفه بقى في نوع من الهوس، كل الناس عايزة تجري تستخدم GPT-4o وخلاص. لا، مش هي دي النقطة، اهم حاجة على التليفون ويكون كمان فعلوا لنا موضوع الكاميرا. ده اللي انا حبيت له في هذا الفيديو. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.